دفن النبي صلى الله عليه وسلم. لما فرغ الصحابة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا يتشاورون أين يدفنونه، فاختلفوا في ذلك، فأرسلوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. رواه الترمذي وهو صحيح بشواهده. وحفر قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي مات فيه، وهو في بيت عائشة رضي الله عنها. ودخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم العباس وعلي والفضل رضي الله عنه، ووضع شقران رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، ثم أنزلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره بأبي هو وأمي. رواه مسلم. آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان آخر الناس عهدا بالنبي صلى الله عليه وسلم هو قثم ابن العباس رضي الله عنه، وتم دفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء صلوات ربي وسلامه عليه. حزن الصحابة رضي الله عنهم على موت النبي صلى الله عليه وسلم. حزن الصحابة رضي الله عنهم حزنا شديدا على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رأيت يوما قط أظلم ولا أقبح من اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.